السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة في الصف الثالث الثانوي. إزاي بتميز في الاختيار بين 3 أزمنة؟ الباستيه كومبوزيه والفطير بروش والباستيه غيسون. بسرعة كده، أنا عندي اختياري أو بيجيلي في السيتياسيو في المواقف، إزاي إن أنا بعرف أميز بين التلاتة؟ أول حاجة كلمة الباستيه كومبوزيه، لما تلاقي كلمة إيه، كلمة ديرنيير أو كلمة باستيه، تبقى الافراز عندي هنا، الافراز عندي هنا في الباسي كومبوزي، في الباسي كومبوزي تماما. اما اقول هنا، ما اخد اكزامبل، اما اقول هنا اير، ادي انا كده عرفت ان الافراز في الباسي كومبوزي من كلمه اير او باسي او ديرنيير او ديرنيير. واقول هنا جي، انا جي سوي سورتي، انا خرجت سينما، الى السينما، يعني امبارح في الامس. طب انا الافراز هنا شغاله في الباسي كومبوزي، خلي بالنا. طيب هنا ما اخد افراز ثانيه، اما اقول هنا اياه، امس، ال، الي، علي، هي، ذهبت، افيك، مع، سيزامي، مع صديقتها. فطير بروش يعني هنا زمن سوف يحدث في مدة قصيرة، يعني حاجة لسه هتحصل، حاجة لسه هتحصل. لما أقول هنا إيه الكلمات الدالة عليه، كلمة ديما، غدا، أبري ديما، بروشا، القادم، هنا كلمة سيسوار، في المساء، بليتار، لاحقا، يعني في حاجة زمن لسه هيحصل أو حدث لسه هيحصل بس في فترة زمنية قصيرة. طيب دي الكلمات اللي بتدل عليه أو أنا بعرفها إن أنا شغالة في تري بروش. هو عبارة عن فيرب ألي، بليس الفيرب في الانفينيتيف في المصدر، وفيرب ألي دايما بمعنى يذهب، هنا في الفتري بروش بمعنى سوف. طب نوضح ده بالإكزامبل، لما يقول لي مثلا، أخد إكزامبل، اما اقول هنا ديما، واقول جو في سورتير، يعني انا بكره سوف اخرج او غدا. كان فيرب الي مصرف في المضارع بمعنى سوف وليس بمعنى يذهب، ودي بعديه فعل في المصدر. تمام، هنا الماضي الحديث نخلي بالنا منه، هو تركيبته ايه اصلا؟ يعني حاجه حصلت من فتره زمنيه قصيره. فيرب فينير، بليس دو، بليس الفيرب في الانفينيتيف. تمام، طيب يعني هنا ايه الكلمات اللي انا ممكن اشوفها؟ اليا زائد فتره زمنيه قصيره. طب نوضح ده بالاكزامبل، اما اقول هنا إليا إنير، يعني منذ ساعة، يعني أدي فترة زمنية قصيرة. جو فيان، معلش هنا هتبان، دو فير مي ديفوار، يعني إيه؟ يعني منذ ساعة انا خلصت، يا دوب لسه مخلصه الواجبات بتاعتي. تبقى كده على السريع قدرت اميز بين 3 أزمنة بالاداه اللي هي بالاسم الدال عليها. يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس.